اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين
برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين. برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين،
واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين
واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين
واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين.
المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلني في هذا اليوم من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين